على الحرم من دون ما عارف انا حتى اقعادل قسمي يا رجلي قدرت احمل عليه. بص شوف الراجل، بصوا الناس من الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. هذا نداء أخير قبل الموت. أما قطار سوهاج فهو القصة اليوم التي أدمت قلوب المصريين والعالم. 32 قتيلا وأكثر من 60 مصابا في حادث تصادم قطارين في مركز طهطا بسوهاج المصرية نتج عنه خروج 3 عربات. في الصعيد لم تسعف بساطة الشعب المصري ولا طيبة أهل النيل على تحمل فاجعة حولت حياة المسافرين إلى جحيم. وعلى سكة المصائب تفتح النيابة العامة تحقيقا وتشكل لجنة لإجراء التحقيق المختص في معرفة مجرى وأسباب الحادث الدموي الذي أزهق أرواحا أكثر من تلك التي أزهقها كورونا في ثوان معدودة. الأهالي فزعوا هنا علهم ينقذون جسدا تركت روحه في المحطة المقبلة وبقيت أشلاؤه على متن القطار. لا مفر في مصر من القطارات سيما رحلة الصعيد إلى القاهرة والعكس، لكنها فتحت عليهم جراحا كانوا قد تأملوا ألا تعود عندما دخل جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية بالقاهرة في شباط 2019 والذي ترك صدى كبيرا في مصر وشتى أنحاء العالم. تعود كارثة الموتى والمصابين اليوم التي تخلفها فوضى القطارات وما يحدث من تفاصيل يريد لها العامة أن تنتهي وتعرف الأسباب قبل أن يتجدد المصاب.